السلام عليكم ورحمة الله. مستمرين معكم في شرح مادة CS112 Object Oriented. لحد الآن تعاملنا مع إنشاء Objects كأنها Variables عادية، بحيث بتم إنشائها عند المرور على جملة التعريف وحذفها من الذاكرة عند الخروج من السكوب اللي هي تعرفت داخله. الآن بدنا نتعرف على طريقة إنشاء Objects On Demand. إيش يعني Objects On Demand؟ Objects are created when needed and vanish when needed باستخدام الـ pointers and the new keyword. خلينا نوضح هذا الكلام بمثال. هلا لو عرفنا class A اللي فيه متغير واحد اللي هو x، وعملنا two constructors. The first one is the default constructor نستخدمه حتى نعطي الـ A الـ x الـ value 0. constructor ثاني parameterized بياخذ parameter A و assign the value of A to the variable x. بالإضافة لذلك هنعمل destructor. destructor بيستدعي function برضو موجود، هو عبارة عن number function اسمه print، بس اللي بيعمله إنه بيطبع ال value of x. الآن الطريقة اللي إحنا تعودنا ننشئ فيها objects اللي هي استخدام النوع ال object A، وبنعطي اسم، فبنحكي مثلا object 1. بهاي الطريقة لما نعرف object 1، لأنه إحنا ما أضفنا values، فبالتالي هذا معناه إنه إحنا بنستدعي default constructor زي ما بتعرفوا. وإذا عرفنا object 2 أعطينا value زي 2، معناها رح يستدعي parameterized version of the constructor ويعطي value 2 للx. الآن لأنهم هدول object معرفين بالordinary way، بالطريقة العادية زي ما بنعرف أي متغير عادي، حيستدعى الكونستركتر زي ما حكينا بالترتيب. حيستدعى ديفولت كونستركتر فور اوبجكت 1، وبعديها البارامترايز كونستركتر اوف اوبجكت 2،